حكم صبغ المرأة لشعرها لزوجها. تفعل فيه ما شاءت. نعم. تفعل فيه ما شاءت، أصفر، أحمر، أكثر من لون، لها ما شاءت. أما السواد فالخلاف فيه وارد فقهيا عند العلماء، وإن كان في ستة من الصحابة قد صبغوا بالسواد، لكن التجنب أولى، لأن الحديث وارد في ذلك يجنبوه السواد، وإن كان حديثيا في الإسناد فيه كلام، ولكن أميل أنا أدين الله بالتحسين. نعم. في هذا الباب فجنبوه السواد، يبقى إذن الأولى ألا تفعل ذلك. السواد. نعم. لا لا لا، تصبغ السواد وتصبغ بعد ذلك بما شاءت. نعم شيخ كريم.